وصفتنا النهاردة وصفة شتوية موجودة على طول في الشتاء، هي علاج للأنيميا. وصفة حلوة وسهلة وبسيطة، متاخدش وقت في تسويتها ولا عمايلها. يلا نبدأ الفيديو، حطوا لايك واعملوا معايا اشتراك في قناتي، ويلا نبدأ على بركة الله. زي ما انتوا شايفين كده، انا حطيت حلة على النار، خرطت فيها بصلاية بطريقة كده يعني قطع صغيرة وزبطتها. حطيت لها معلقتين ثلاثة من الزيت ومعلقة من الدسم، بنستخدم بقى الدسم اللي عندنا، سواء سمنة سواء زبدة اللي انت بتستخدميه بتضيفيه. ضفت كده معلقة من الدسم ومعلقتين ثلاثة من الزيت. هدي البصل لون اصفر خفيف، يعني مش حمرها، خليها كده اكله ايه صحيه حلوه كده ومفيده، وما تحميش على الصدر كده وتبقى حلوه. حطوا لايك للفيديو، قولوا لي بتتابعوني من اي بلد، ولو ما اشتركتوش معايا على قناتي على اليوتيوب اعملوا معايا اشتراك وفعلوا الجرس علشان يوصلكم اشعار بكل فيديو انزله، وتابعوني على الفيسبوك. وكده يلا نكمل الوصفه لحد ما البصل يحمر معايا. بفرم لتر من الطماطم، حوالي كيلو الا ربع كده، احنا هنعمل كيلو من السبانخ. بفرم لها كيلو الا ربع من الطماطم، فرمتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، فرم ناعم حلو كده. وضفتها على البصل بعد ما الطماطم اتسبكت، ضفت لها حوالي نص لتر ميه، والسبانخ ما بتحتاجش ميه كتير، يعني هي ايه بتاخد ميه خفيفه قليله يعني مش زي اي طبيخ. بعد ما السبانخ قعدت على النار حوالي 10 دقايق كده، بعدها ضفت لها معلقتين ثلاثه من الرز، وعندك الرز ده بقى بيديها طعم حلو، يعني جربها بالرز كده لو انت بتعملهاش بيه طعمها بيبقى تحفه بيه. بعد ما حطيت الرز سبتها 10 دقايق كمان، بعد كده طفيت عليها، والرز بعد كده بيستوي مع السبانخ براحته، حتى لو انت طفيتي وهي لسه ايه ما استوتش. دي كانت وصفتنا، يلا كده نجيب طبق ونغرف منها كده، نشوف الوصفه بتاعتنا شكلها ايه، وبنسخن عيش بقى بناكلها بالعيش، ممكن تاكليها على الرز، فطبعا كل واحد على حسب ما بيحب ياكل الحاجه بياكلها ازاي. ده كان طبقنا النهاردة كده، قولوا رأيكم في الكومنتات، وسلام.